سلطت وكالة شينخو الصينية ضوء على الانفراجة الوشيكة للأزمة الخليجية والتي تشمل قطر والسعودية وثلاث دول عربية أخرى. يعتقد بعض المراقبين السياسيين اليمنيين أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في اليمن التي مزقتها الحرب، فيما قلل آخرون من أهميته. نبيل البكيري وهو محلل سياسي يمني قال للوكالة إن قضية اليمن تأثرت إلى حد كبير بأزمة الخليج خلال السنوات الماضية. أما الناشط ياسر اليافعي فأشار إلى أن أزمة الخليج كان لها أثر كبير على الوضع خاصة في جنوب اليمن، مؤكدا أن المصالحة الخليجية سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع في اليمن الذي مزقته الحرب. من جهته قال المحلل السياسي اليمني عبد الله دوبلة إن المصالحة الخليجية لن تغير قواعد اللعبة للوضع في اليمن، موضحا أنه من السابق لآونة الحديث عن تغيرات سياسية للسعودية وقطر بشأن مواقفهما من الأزمة اليمنية.